ومستوى لاعب حداد لسه كان هتعوده لك، واكيد ابو زيد هشتغل مع عبد الكريم، وما في لسه الكابتن حسين بدر الدين مدرب المنتخب الموجود معنا، واكيد الامر الكبير حسن بدر فقوله بتذكركم بتشجع اللي هي عم تشجع اللعبة، وبتمنى نشوفكم يعني يعمل وائل دورة ثانية على إن شاء الله خير يا رب. هنشوف الجوائز بعد ما خلصت، جوائز تقدير خاصة وكؤوس وجوائز مالية شفناها، أيضا في هناك جائزة تقدير لمدرب نجم وائل الكفوري سيد جوني عبد الله اللي كان مساعد وكان مشرف وداعم لهالبطولة. جوني كمان في جائزة خاصة أكيد لجهودك خلال دورة وائل الكفوري فرسان. مبروك جوني. كمان جائزة التقدير للسيد جوزيف صافي لحسن إدارة الشؤون التنظيمية والتنفيذية لدورة وائل الكفوري فرسان. وطبعا جائزة كمان جائزة تقدير للسيد رامز أرقفي لاستضافته للبطولة على ملعبه الخاص ولحفاوة الاستقبال اللي شفناها خلال الدورة. ميرسي كثير سي رامز. بدي اطلب من جميع الفائزين بعد لحظات ما يفلوا لانه في صوره تذكاريه رح ناخذها مع الحضور مع رئيس الاتحاد ومع وائل الكفوري كمان. فبليز كل الاشخاص اللي فازوا معنا بالجوائز يتفضلوا على المنصه مره جديده تناخذ صوره تذكاريه جامعه. كمان قبل ما نختم وناخذ الصوره، كأس خاصة تقديرية من رئيس الاتحاد اللبناني السيد رياض حداد لمنظم وصاحب فكرة البطولة النجم وائل الكفوري، كمان اللي تعب وتابع البطولة يوم بعد يوم وهو كان صاحب الفكرة ومنظم البطولة. وائل بدنا ناخذ كلمه منك مع ختام البطوله، يعطيك العافيه. اول شيء كنت منظم كمان غير انه كنت داعم للبطوله. بدك كلمه رياضيه ولا فنيه؟ يعني طبعا انا من حبي يعني في الدوره هذه وحبي للرياضه وحبي للعبه التنس. كثر خير الله فيك كل شيء منيح. حبيت شجع كل الشباب اللبناني اللي بيحب هاللعبه هذه، و بعتبره هذا عرس مش دورة عادية، هذا عرس رياضي. فبدي اتشكرهم، برافو للكل، الكل لعب حلو وما كنت طرف، يعني ما كنت طرف بهاللعبة، حبيت الكل، كل لعب حلو، كنت مع طابي حلوة. مبروك لكل اللي ربحوا واللي خسروا كمان بيستاهلوا، لأنه بعتبرهم كمان لعيبة، يمكن ما توفقوا المرة بيوفقوا المرة الجاية. وبدي اتشكر كل الحضور، بدي اتشكر البريزيدون، اتشكر حضورك مسيو جوزيف، مسيو رامز القفي، الكوتش جوني عبد الله، ام تي تي، بتشكركم من كل قلبي. وصحيح هي اول مره واكيد ما رح تكون اخر مره. بس يعني في اكيد موعد السنه الجايه، اكيد بوعد الجميع بدوله وائل الكفوري السنه الجايه بعام 2012 باذن الله وبالاسم من الاتحاد كمان. ثانك يو وائل. بريزيدون كمان كلمه صغيره عن هالدوره، كيف لقيتها؟ اول شيء بدي اتشكر الاستاذ وائل لانه حقيقه هلا انضم لعائله التنس، فهيدا فخر لنا ومنقدرها تكون ورح يكون معنا عون في العائلة. فمهني مهني اكيد كل اللي نجحوا واللي اشتركوا مهني الجمهور اللي حضر بكثافه، هيدا دليل على انه عافيه للعبه التنس اكيد بوجود استاذ وائل.
بعد الهدي الكل وبتشكر